مساكم الله بالخير. يوم جديد وساعة جديدة. اليوم بنسولف عن ساعة اسمها ريزرفوار. معنات كلمة ريزرفوار معناتها احتياطي أو مخزن أو مكان تخزين. كل الحالات الساعة فيها احتياطي، فيها احتياطي طاقة، راح نسولف عنه. بس خلنا نسولف أنا وياكم شوي عن اسم الساعة واسم الموديل اللي هو لونج بريدج. قبل لا ندخل في تفاصيل الساعة، خلنا نسولف عن اسم الساعة واسم الموديل. هو لونج بريدج أو الجسر الطويل، وكانت منطقة لونج بريدج في بريطانيا في بداية القرن العشرين هي منطقة خصبة لشركات السيائير أو المانيفاكتشرينج بلانتس لشركات السيائير لتقريبا منتصف القرن العشرين، منها شركة وايت اند بايك ومنها شركة أستون مارتن، وأيضا شركة ام جي روفر اللي بعدين انفصلت عن لاند روفر أو روفر وصارت ام جي لوحدها. فهذا اسم المسمى للساعة، لكن شنو الفكرة المستوحاة منها؟ الفكرة المستوحاة هو أن الكلاستر إنسترمنت كلاستر اللي موجود في السيارة أو العدادات اللي موجودة في السيارة القديمة اللي كانت تتصنع في لونج بريدج. طبعا نتذكر أن أيضا من السيارات اللي كانت تتصنع هناك سيارة الميني. فريزرفوار كشركة سويسرية خذت الإيحاء والتصميم من العصر هذا في بناء السيارات. فلو تلاحظون شكل العداد الدقائق اللي موجود على الساعة مثل شكل العداد السرعة اللي على السيائير السبيدوميتر. بعدين لو تلاحظون عندنا الانجن لايتس اللي موجودة حتى في السيائير القديمة، وعندنا البيم لايت اللي هو الإضاءة والإنارة الأمامية للسيارة. إذا ضغطنا على الزر طبعا في السيارة راح يولعون، في الساعة ما يولعون، ولكن في السيارات القديمة كانوا يولعون. بعدين عندنا احتياطي الطاقة لو تلاحظونه تحت مثل عداد البنزين أو عداد البترول جيج. لو تلاحظون حتى معلمين على امتي حاف وفل نفس طريقة السيارة القديمة. وهذا لما قلنا احنا الريزرفوار، هذا ايضا الاحتياطي مال الساعة اللي هو الباور ريزرف موجود. بما ان وصلنا حق الباور ريزرف، خلينا نسولف عن احتياطي الطاقة اللي موجود بالساعة. الماكينة اللي موجودة على الساعة هذه هي ايتا 2824، معناتها working mule، او مثل ما يقولون الماكينة هذه تعتبر مثل بغل عمل ما يوقف شغال، وهذا الشيء تعودناه من مكاين ايتا. حجم الساعة هذه 39 ملي، فحجمها مناسب للبنات وللشباب في حال أن يبون يلبسونها. بعدين عندنا من ناحية التعقيدات اللي موجودة بالساعة، التعقيدات جدا بسيطة لكن مفيدة. عندنا الجومبينج اورز اللي هو موجود مثل ما تشوفونه تحت، هذا يعتبر ديجيتال جومبينج اورز، معناته الأرقام مكتوبة وجاهزة وتتصفح الساعة كل ما العداد يطوف 60 دقيقة. الشغلة الثانية عندنا الريتروغريد أو تعقيدة الرجوع إلى الوراء، معناته أن العقرب من يطوف 60 دقيقة في ميكانيزم أو في عملية ميكانيكية ترد من 60 إلى 0 عشان تبتدي الساعة من أول وجديد. بعدين لو تلاحظون الألوان المستوحاة في الساعة هي ألوان بريتش ريسينج أو السباقات البريطانية للسيارات البريطانية. لو تلاحظ السيارات القديمة مثل الجاكوار مثل البنتلي كانوا يعتمدون، وحتى الأستون مارتن يعتمدون على اللون الأخضر هذا في صبغ سيارات السباق. ناخذ المعلومات التقنية للساعة. حجم الساعة 39 ملي، وزن الساعة 90 جرام، مناسبة جدا للاستعمال اليومي. الساعة هي معها deployment buckle اللي هو ينفتح على مرحلتين، وطبعا فيها الايزي ريليس ستراپس اللي هو مجرد كبسة زر الى اليمين، تقدر تشيل الستراب وتحط ستراب ثاني. والساعة هي معها الليذر ستراب او الستراب الجلد، وهي معها الناتو ستراب اللي هو من الخام. شغلة اخيرة حبيت اسولف فيها عن الساعة هو حصول الساعة على جائزة في جي بي اتش جي في سنة 2018، وهي تعتبر مسابقة فيها عدة كاتيجوريز أو عدة تصنيفات يفوز فيها عدد من الشركات في ساعات إذا طابقوا التصنيفات اللي حاطينها أو معايير اللي حاطينها جي بي اتش جي. وطبعا ريزرفوار لونج بريدج في 2018 فازت في الكاتيجوري أو التصنيف اللي أدرجت فيه.